بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. نلحق ندير كسرة رخيصة. نحطها الزيت سنة. نزيد نضيف هنا ملعقة تاع خميرة تاع الخبز. نضيف لها شوية ماء دافي. نخليها تتفاعل الخميرة هنا. بعد ما تتفاعلت الخميرة نبدأ نجمع في العجينة بالماء. نكلمها بيدي مليح ونرجع لكم. وها هي حتى جمعتها الكسرة بالماء حتى تولي بهذا القوام. نعطيها في الكيس تاع كونجيلاسيون ندير عليها السلفيت هكا نخليها ترتاح. وهنا بعد ما خمرت نعجنها بالعجانة. اللي ما عندوش عجانة يقدر يدير بيديه. هنا راح نديرها بالعجانة. وهنا شكلهم على شكل كويرات او لوزهم كما يقولون. Thank you.
وهنا كما تلاحظوا قاعده نطرح فيها بالقطاس. وهنا تقبها بالفرشيطة أو الشوكة. وهنا حطيتها في الطاجين طيب. هنايا قلبت على الوجه الآخر. هنا كملتها هذا الصوص. ها هي الكسرة جاهزة، كسرة رخيصة. مع جاري طبعا جاهدكم في الجنة. من فضلكم دعواتكم الوالدية بالرحمة، وللجميع موتى المسلمين آمين يا رب العالمين وأجركم عند الله. ما تنسونيش بالتعليق شابة كما انتوما، وبارك الله فيكم. كما تقولي امي الله يرحمها، الكسره تاعك كما البريوش طبعا، هاك كما البريوش. الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله. تقولي امي الله يرحمها الكسره تاعك بريوش بريوش. صح الكسره تاعي بريوش، الله يرحمها ويجعلها في جنة الفردوس الاعلى ولجميع موتى المسلمين امين يا رب العالمين. دعوتكم فضلكم دعوتكم بالرحمه عليهم كامل جميع موتى المسلمين يا ربي. الله يبارك بونج، الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك، بارك الله فيكم.